عصر الاغنيه الحديثه يؤرخ بطلال المداح. اهلا هلا اهلا هلا اهلا هلا يا مرحبا يلي على بالي يلي على بالي مثلا ولا مثلا ولا. تربى طلال في مكة المكرمة ونشأ فيها، ثم انتقل إلى الطائف ودرس في مدارسها، وكان يستمع في تلك الفترة من خلال الإذاعة إلى محمد عبد الوهاب، سيد درويش، فريد الأطرش وأم كلثوم، والعديد من كبار الفن الأصيل في ذلك الزمان، ولم يكن يدر بخلده أنه سيصبح واحداً منهم. طلال بن عبد الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري، شوي اسم طويل يعني. الحمد لله كان الوالد معايا يعني إلى عام 80 كان عايش معايا في البيت، بس الوالدة توفت رحمة الله عليها وأنا عمري سنتين، فما يعني ما أذكرها ما أعرفها، فما حسيت بحنان الأمومة يعني، مفتقد إليه. صحيح إنه ربتني خالتي أختها، بس الأخت شيء نفس خالة مو زي الأم يعني، فما رضعت حنان الأمومة. أغنية عرفتك وإحنا لسه صغار دي ليها علاقة بالطفولة ولا بس كده جت صدفة يعني؟ والله لا، هي بالنسبة لي جت صدفة يعني، كان لكن يمكن بالنسبة للشاعر إيه؟ لها وقع معين في نفسه يعني. طب أنت ليه اخترتها بقى؟ لأنه تشابهت بعض المواقف في الأغنية اللي هي مع مواقفه في المعرفة حقت الطفولة الطفولية. أيوه. دي تتعرف الأطفال دائما يعني، أنا يكون عندي شلة عيال وجاري عنده شلة عيال، العيال بيختلطوا ببعض طبعا. أيوه، يبقى مش الولد والوالدة اللي كانوا بيسمعوا الأغاني بس، لا والجيران والجيران ضمنا يعني. أيوه طيب، عايزين نسمع الأغنية دي. إن شاء الله بسمك يا رحمة. يا ريت، بس مو كاملة، جزء من اللي نحافظه لأنه أغنية قديمة أو من أوائل الأغاني اللي سجلتها في حياتي الفنية. إنما ده يعني اكتشاف خطير إنه كان في تشابه بينك وبين الشاعر يا أستاذ طلال. الحياة عامة فيها تشابه كثير ما بين المخاليق يعني. عرفت واحنا لسه صغار ولسه تذمت الاقدار، عرفتي واحنا لسه صغار ولسه تذمت الاقدار، وفي الحاره مع الجيران في الحاره مع الجيران كبرنا، وانت برضو كمان كبرنا وانت برضو كمان، ولما أمي ترسلني لأمك أجري واستني، ولما أمي ترسلني لأمك أجري واستني، وانتي تفرحي بي عيونك هيمة في عيني، وانتي تفرحي بي عيونك هيمة في عيني، ومن طاقة ما بيت أمي أغني وانت بتغني، ومن طاقة ما بيت أمي أغني وانت بتغني. عرفتك. بدأ يغني طلال وهو في الرابعة عشرة من عمره لأصدقاء والده، إلى أن ذاع صيته بمدينة الطائف ومكة المكرمة. كذلك جالس طلال عمالقة الغناء في الحجاز في ذلك الحين، وأخذ منهم أمثال حسن جاوة، حسن لبني، عبد الرحمن مؤذن، كردوس، أبو خشبة، وأثروا فيه فنشأ نشأة فنية سليمة. تقريبا في عام 80 لما غنيت بالنسبة للإذاعة يعني. نعم. بالنسبة للإعلام. وأما قبل كده طبعاً كنت أغني لأصحاب الوالد وأصحاب أصحاب الوالد وأصحاب أصحاب أصحاب الوالد يعني إلى أن انتشر يعني
انتشرت نوعا ما في نطاق مدينة الطائف تقريبا. يعني اللي يعرفون انك انطلقت من الطائف اذا. اي نعم. والوالد شجعك على ايه بطبيعة الحال المجال يعني. لانه لو ما شجعني بطبيعة الحال كان يعني سبب لي شوية مشاكل. طيب هو كان يغني الوالد؟ عن الاستمرارية. كان يغني الوالد؟ لا ابدا، بس كان يقبض حق الحفلات. علينا علينا الشوق كان طريق، علينا 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 الشوق كان طريق، علينا 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 فرشنا كل طريق، علينا 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 فرشنا كل طريق. كم تحيرنا ولا تنسكنا، كم تحيرنا ولا تنسكنا، ولا تتجبر ولا تتأمل، ولا تتجبر ولا تتأمل، إلا علينا علينا عيني علينا علينا. لا تلوموني في هوا قبل ما تشوفوا بها، لا تلوموني في هوا قبل ما تشوفوا بها، هي بس اللي هويت قلبي ما يعشق سواها، هي بس اللي هويت قلبي ما يعشق سواها، قلبي ما يعشق سواها. شاءت الأقدار يا قلبي تلتقي، شاءت هذا عازف كمان وغير انه واسطه الحقيقه اللي افادني بعلمه كثير في مجال المقامات والعزف على مو على العود، على تحويل الانغام يعني. العزف العود علمني طبعا زميل لي في الدراسه اسمه عبد الرحمن قوندنا، انما اللي نمى معلوماتي في تحويل الانغام واسماءها وما شابه ذلك. انه بالنسبه لعبد الله محمد لا، كيفية الأداء. وردك زال على الورد تحول الأعمار، ليش ربيع الورد سمعه في عام 1379 هجرية الأستاذ عباس فائق غزاوي الإعلامي والدبلوماسي القدير، وكان في ذلك الحين يشغل منصب مراقب عام الإذاعة، وأبدى إعجابه به ودعاه إلى جدة للمشاركة في مسرح الإذاعة عام 1380 هجرية، وشارك بأغنية وردك يا زرع الورد، كانت هي الانطلاقة الحقيقية له. ثم أتبعها طلال بأغنية أبها، فكانت شهرته داخل المملكة من هناك. كانت بافورة يعني ألحاني أغنية وردة زرع الورد، كانت فترة الأزواج يعني. نعم. واللي قدم لي إياها ككلمات أخو المدام، فنوع من النفاق الاجتماعي يعني لحنت له إياها. نعم. صباح صباح الخير، صباح صباح الخير من غير ما يتكلم،
ولما غنى الطير ضحك لنا وسلم صبح صباح الخير. صبح صباح الخير من غير ما يتكلم ولما غنى الطير ضحك لنا وسلم صبح صباح الخير. صبح صباح الخير. صبح صباح الخير صدفة أخرى اجتمعنا وغنى لي عطني المحبة وحققت نجاح جيد يعني عطني المحبة وعطني المحبة رحنا لمصر أنا وبدر الحقيقة وعسكرنا أبو زي ما عسكر الفريق حطينا في شقة منعنا عنه الاتصالات لين غنى الحفلة وطلع الحقيقة يعني طلال وغنى والله يرحمه ويغفر له غنى كما لم يغني طلال من قبل. الوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي. ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من عينيك. ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من عينيك. يبلغ عدد أعمال طلال مداح الغنائية ما يقرب من 1500 أغنية كتبها أشهر الكتاب في المملكة والخليج والعالم العربي، وكانت ألحانه وأغنياته تمتاز بالأصالة والتطريب. منك أجد وبكفك دواري يا منار و
صدري وغلاه سري منك يا هجر دائي وبكفيك دوائي دوائي يا منار روحي ودنياي وسدلي وغلاي وسدلي بالصدفة التقيت مع بعض الإخوان هناك ووجدت أن الأغنية وصلت للأستاذ الموسيقار عبد الوهاب يعني وكان معجب بالأغنية تجربة فبالصدفة قلت لهم الله فرصة يسعدني أن ألتقي مع الأستاذ عبد الوهاب يعني سلم عليه رجل كبير قالوا لي خلاص كلموا قال لي عايز اشوفه انا وكذا فتوعدنا ومريت عليه في المساء الساعة 9 تقريبا وكان في الانتظار رجل يعني على ميعاده جلسنا نتحدث وسألنا اشياء كثيرة فنية طبعا مش وقتها اللي نحن نتكلم فيها ولكن جاء عند محطة طلال مداح فقال لي انا استمع لهذا العمل تقريبا يوميا اسمع العمل هذا الرجل عندكم رجل كبير رجل صوت متميز يعني انا حبيته وبعدين قال انا بعتبره زرياب يعني اعتبره زرياب ده حاجه جميله وقعد يمدح فيه حقيقه كثيرا طبعا سعدت انا بهذا الكلام انه يتكلم عن زميل لي واخ عزيز وصديق يعني انه يعني في واحد مننا انه وصل لهذه الاسماء الى اسماء هذه الاسماء الكبيره وفعلا يستحق هو ان يكون هكذا يعني فعلا يوم وجدتني يوم وجدتني
صاح العاشقين صاح وفي التسعينات الهجرية كانت له شهرة عربية كبيرة وفائقة الوصف. كل شيء منك تغير نظرتك حتى ابتسامك حتى كلمتك يا حبيبي راح ترويها في كلامك. كل شيء منك تغير نظرتك حتى ابتسامك حتى كلمتك يا حبيبي راح ترويها في كلامك. يكفي احساسي ببعدك وانت في وجودك صرت اشعر حالك مثل الغريب وما تخاف ابدا علي قلبي اعتاد الاسيه لو يكون دمعي فضحني للاسف. قدم في الثمانينات الميلادية أغاني كثيرة لاقت أيضاً رواجاً وشهرة محلية وعربية كبيرة، والأغنية الشهيرة التي تشنف أذاننا وارتبطت معنا بالأعياد كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد. كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير روحي وما ملكت يداي فداه وطن الحبيب وهل أحب سواه وطن الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رضاه. منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهوله. وقد شارك يرحمه الله في كافة المهرجانات الوطنية داخل المملكة وغنى ما يقرب من 150 عمل وطني ومن أشهرها وطن الحبيب، وهو أول من غنى في مهرجان الجندرية بمفرده أغنية عز الوطن من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله. الله لوان وعزك الوطن داني أهل الجزيرة سلام للملك طاع. الله لوان وعزك الوطن داني الوطن داك لا الجزيرة سلام.
لقي طلال مداح تكريماً متميزاً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بوسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، وحصل طلال على العديد من الأوسمة والجوائز من رؤساء عدد من الدول العربية مثل تونس، مصر، المغرب، ليبيا، لبنان، الكويت، قطر، البحرين، عمان والأردن. ولقي تكريماً كبيراً واسعاً من جمهوره العريض حباً وتقديراً لفنه الأصيل، وشارك في العديد من الاحتفالات بالدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان والأردن وسوريا. وقد أحيا حفلاته الخارجية بدءاً من بيروت لعام 1381 للهجرة كأول فنان سعودي يصدح بالأغنية السعودية خارج حدود الوطن. غنى باللهجة المصرية واللبنانية والسورية والعراقية والسودانية أيضاً، وغنى الكثير من أغاني التراث السوري والعراقي واليمني. واحنا وعودنا طابت على الاوباك على الاوباك في دنيا غير دنيتها جديدة وجنة عدتها في دنيا غير دنيتها جديدة وجنة عدتها في حب وحنان نجا وامان جاو أمان يا غلا ما نغت إنسان تبغى زيادة في حبك أجلك فالكتاب. أطلقت على طلال مداح العديد من الألقاب مثل بلبل الجزيرة، قيثارة الشرق، رجل الأغنية السعودية الكبير، مطرب المملكة العربية السعودية الأول، صوت الأرض، وكان أحب الألقاب إلى نفسه أبو عبد الله. أهلي بك أهلي خطوة بتقول أهلي بالعيون السود أهلي بالهنا المعود سيدي قمت ما خبرت اللي حد يشتيه النوم سيدي قمت ما خبرت اللي حد يشتيه النوم سيدي قمت لا تناموا في السماء باقي نجوم سيديكم لا تناموا في السماء باقي نجوم ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم مالي ومال السهر مالي ومال الهموم ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم مالي ومال السهر مالي ومال الهموم أنا تعب مني التعب حيرتني
حبيبي تمنيت من الله يجعلك حظي ونصيبي تمنيت من الله تبقى معي يا حبيبي تمنيت من الله يجعلك حظي ونصيبي وكأنه رب استجاب من غير ما عمل حساب وكأنه رب استجاب من غير ما عمل حساب طلت لقيتك معايا طلت لقيتك معايا ايش اللغم؟ الطريق كله كان ملغم ها متى رايح تغني لحني ها؟ الحفلة الجاية كده؟ روح يا رجل ربي يوفقك إن شاء الله. وخاض غمار التمثيل ومن أشهر المسلسلات والأفلام التي قام بتمثيلها مسلسل بعنوان الأصيل وفيلم بعنوان شارع الضباب. إحساسي بوجودها معايا في نفس المكان يمكن يسبب مضايقة كل ما نسيب الأمور تجري في مجراها الطبيعي الكلام ده لو كانت سلوى حددت الموقف من الأول ما هو أنت عرفت قصتها لكنها وعدت بأنها تفكر وطلبت مني مهلة أسبوع ولما فشل الفيلم طبعا أنا كنت صرفت نظر عن حكاية التمثيل دي كليا لكن أقنعوني الجماعة أني أنا لا ممكن يعني التجربة الثانية يمكن يعني إيش نطلع منها بنتيجة واتفق معايا حسن دردير على إنتاج مسلسل تلفزيون اسمه الأصيل 12 حلقة وطبعا عملنا التجربة هذه وكانت يعني تمثيلي غنائي في نفس الوقت سجلت 13 حلقة وحتستغرب لو قلت لك أني أنا ما شفتها إلى الآن يعني والله العظيم ليه ما انت مقتنع فيها ولا ما شفتها لانه ما يعني الفتره اللي اذيعت فيها انا كنت مسافر من البلد وما عندي منها نسخه طبعا ما اعطاني منها نسخه يعني معناه ما اقدر او ما تقدر انت تحكم على عمل هل نجح ام لا انك ما شفته لا والله من خلال سماعي من الجماهير يعني عرفت انه ما نجح يعني فكرتنا احنا ثلاثه حسن دردير ولطفي زين وفكرتي احنا واحد اثنين واحد اثنين هو الدكتور ناوي يشغلني في سيركل ليه الدكتور احسان بيستعمل معاك احدث الوسائل لعلاج القلب استمر واحد كمان نفذ الاوامر يا استاذ يلا هوب هوب واحد اثنين واحد اثنين واحد الظاهر ناويين تشركوني في دورة الخليج لا يا استاذ ناويين ننشط لك الدورة الدموية بس أنا قلبي ضعيف سامعك يدينوك طب ارتاح شوية بس لازم مدحدح وقد لحن طلال مداح للعديد من المطربين والمطربات عباد الجوهر وسميرة سعيد ورجاء بالمليح وأروى وذكرى وعبد المجيد عبد الله وعبد الكريم عبد القادر وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وكذلك عادل المأمون وغيرهم إنسانيته مريح في تعامله بسيط في نظرته بسيط في حياته بسيط في تغيراته على قد ما دخل عليه
ما فكر في بكرة أو في بعد، ولا اللي جيله من هنا كان بيصرفه. كان يشجع المواهب الشابة من الجنسين وبدون أي تعالي. كان بسيطا جدا في حياته، اشتهر بعفويته ومساعدته للضعفاء والمحتاجين، وكان يسمى بأبو المساكين. كان إنسانا بمعنى الكلمة، وكان يطلق عليه الفنان الإنسان. طال مداح الإنسان، طال مداح الصديق، طال مداح الأليف، عاشق للألفة، البسيط جدا طال مداح. حتى عندما أصبح كبيرا بفنه، كبيرا بعطائه وإبداعاته، بقي هو طال مداح البسيط المتواضع، بضحكته، بمزاحه، بجلسته التي أحب دائما لكل مصور أن يرصدها. فهو لا يجلس إلا بعد أن يثني ساقيه ويتربع ويقول هات الهرجة. رجل ما زي ما يقولوا ما يوطي راسه، يعني رجل شامخ دائما، رجل عزيز النفس، مهما يكون في جيبه أي حاجة لا يمكن يطلب من أي إنسان. هذه أشياء جميلة فيه وصفات لا شك. ثانيا بساطته، ابتسامته اللي لا تفارقه، حقيقة كان رجل دائما مبتسم، حتى من الناس الذين أحيانا يسيئوا إليه كان يلتقي معهم ويبتسم ويصافحهم، فكان جميل جدا حقيقة. هذا طلال يعني كان رجلا طفلا إنسانا، وكان محبوه سواء من اقتربوا منه وتعرفوا عليه أو الذين شاهدوه عبر الإذاعة والتلفزيون والحفلات، كانوا يجدون فيه هذه الصفات. فنان يضاف إلى خصاله الطيبة، كان عزيز النفس وعنده اعتداد بفنه ومحب لأصدقائه وأصحابه، كان عنده كرامة الفنان الحقيقي. قابلت شخص من سنة، يعني من تقريبا سنة، الواقع ابتسم لي وقال لي أنت ما عرفتني، وقلت لا والله ما عرفتك. قال أنا جيتك من يمكن 20 سنة في بيتك في كيلو 4 حوالي منتصف الليل، وقلت له بعدين قال لي أنه كان معي ذهب أعطاني إياه طلال مداح. لحظة بس لين تعرفوا السالفة وشي. فقال لي أنا والله أنا معي ذهب أعطاني إياه طلال مداح، وأعتقد إنه ذهب زوجته، أعتقد يعني. يعني الحقيقة فوجئت أنا وقلت يا أخي، يعني أنا لحظتها قلت يا أخي ما يعني السالفة هذه غايبة عن بالي، فعلا كانت غايبة عن بالي. فقال لي اللي حصل إني إنه وقع في مأزق مالي معين، وكان يعرف طلال مداح معرفة سطحية تماما، فيقول إني ما فكرت إلا طلال مداح، فرحت له في بيته في كيلو 10، كان ساكن في كيلو 10، وقلت له إنه أنا بحاجة ماسة سلف، يعني حاجة المبلغ يعني معين. فقال والله أنا ما عندي فلوس هالحين. فقلت له يا أخي يعني حاول ما تقدر تدور لي ولا شيء، أنا في حالها. ففكر شوي قال استنى بس انتظر شوي. فدخل بيته وخرج ومعه ذهب زوجته، وقال لي خذ هالذهب ارهنه بكرة وخذ بداله فلوس، فك أزمتك ولما يرزقك الله سدد الرهن ورجع لي الذهب. فيقولني أخذت الذهب وأنا مذهول، وركبت سيارتي وأنا أقول هالرجال يعني هو صاحي. يعني كيف يعطيني ذهب هلا اصلا؟ هو يلا يعرفني، يقول متاكد انه ما كان يعرف اسمي. يا حبيبي حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي، كتبته في جدار الوقت. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي، كتبته في جدار الوقت.
توفي طلال مداح صباح الجمعة 11 من الشهر الخامس من عام 1421 هجرية. تغنى الشاعر الكبير الراحل طاهر زمخشري بابا طاهر بفن طلال مداح وبأصالته وبموقعه كفنان كبير من خلال الأبيات التالية بعنوان يا معزف الحب، ويقول فيها: يا معزف الحب إن الروض مزدهل، فطاب فيه لمن هاموا بك السمر. طلال أنت، طلال أنت، وما في الأيك شادية إلا وساجلها في كفك الوتر. وكل جرح لما أعطيت من نغم عالجته، فمهما إيلامه القدر، فأنت قيثارة إن أرسلت نغم في كل نافذة من وقعها أثر. فكم شدوت بنا البعد فابتردت، وكم لهيب الهوى بالرجع يستعل، وأنت من نعم المولى ونائلها، قد انتشى بنداء السمع والبصر. يا معزف الحب، يا معزف الحب، أحلام الهوى رقصت أطيافها وهي للألحان تنتظر. أعد إليها الهوى، أعد إليها الهوى، إن النشيد بكى وسوف يضحكه تغريدك العطر. فأنت أنت لمن يهواك أغنية تسري فيطرب من ترديدها البشر. ليس لي غير الوداع همسة ضمأ على جمر التياع، لم أجد يا حلو في كل البقاع، لم أجد يا حلو في كل البقاع، لوعة أعناف من وقت الوداع، فوداعا ووداعا فوداعا ووداعا ووداعا يا حبيبي. انت في حبك وانا في حبي، انت في حبك وانا في حبي، وارى الذكرى دواء للعليل. فاتق الله، فاتق الله، فاتق الله، فاتق الله، فاتق الله في حبي يا حبيب.